فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نجمع بين عدم التحذير من المخالفين وبين بيان الصراط المستقيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا. كيف إيش؟ كيف نجمع بين عدم التحذير من المخالفين وبيان الصراط المستقيم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا، فإذا سكتنا عن المخالفين ولم نبين. أنت علمهم الطريق الصحيح أول شيء، وهم يعرفون المخالفين، أما أنك تنهاهم وهم ما عندهم أصول ولا معرفة، هذا ما فيه فائدة، بل يورث العداوة فقط. علمهم الطريق الصحيح، فقههم في دين الله، ثم بعد ذلك إما هم يدركون المخالف وإما أنت تنبههم عليه إذا كانوا ما يعرفون. لكن أن تبدأهم بشذب فلان وسب فلان ولا تكون، هذا ما يصلح وهو ما عنده شيء. نعم.